يا اخي انا شخصيا اكره الكره الدفاعيه كره العمى، وبستغرب الناس اللي بتحبها كيف تستمتع فيها. العمى ليك من 10 سنين لهلا نفس ما هو، بيجيب لك جول وبركن بصله ورا. يا اخي على القليل هاجم شوي، انا ما بقول لك افتح شوارع ورا، ولكن خلينا نستمتع بهاي الجوهره. هذا القناص اللي في اول مباراه له في دوري ابطال اوروبا جاب جول وعلى الثاني 30. حرام عليك يا أليجري تحرمنا من هاي المتعه. وصحيح عشان ما ننساش، الف مبروك لجمهور تشيلسي، ونستناكم دور الثمانيه في امان الله. إدارة برشلونة وإدارة ريال مدريد يفكرون بالانسحاب من سباق تعاقد مع إيرلينغ هالاند. فبالفترة الأخيرة ازدادت إصابات هالاند بشكل ملحوظ، لدرجة صار في تخوف عند إدارة برشلونة وعند إدارة ريال مدريد. أنتم متخيلين معي إنه هالاند بعمر 21 سنة صار متعرض ل 12 إصابة؟ وبالنسبة لعمره فالإصابات كثيرة، وإذا ضل الوضع زي هيك فذهابه إلى الدوري الإسباني أبداً مش مضمون، لأنه مش منطق الإدارتين تدفع عليه مبالغ هائلة وبالأخير يطلع مقلب بإصاباته. في أمان الله. جماهير اليونايتد تطالب برحيل كريستيانو رونالدو. طرحت صحيفة الأتلتيك بعض الأسئلة على جماهير اليونايتد، منها هل تريد بقاء الدون في الموسم المقبل؟ وصدمة كانت أن معظم الجماهير ما بدها تشوف الدون مع اليونايتد الموسم المقبل. وأيضا سألوهم مين برأيكم يستحق حمل إشارة القيادة، جاوبوا برونو فرنانديز. يا أخي قصة أن رونالدو بخرب الفريق بالله عليكم شلوها من بالكم. أنا مدريد وبتمنى رونالدو يرجع على مدريد حتى لو كان عمره 40 سنة. يصح لك يكون عندك حاسم مثل كريستيانو رونالدو في فريقك، لذكرك أنت لو لا برا الأبطال. في أمان الله.